وأنا الدكتور عبد الرؤوف الصعيدي استشاري جراحة قلب ورئيس الفريق الطبي في حملة مركز الملك سلمان للإغاثة والعمالة الإنسانية هنا إلى المغرب. اليوم هو اليوم السادس، أجرينا 23 عملية قلب مفتوح، وكما أجرينا 32 عملية قسطرة. اليوم مجدول 4 عمليات قلب مفتوح و10 عمليات قسطرة، وإن شاء الله على يوم الأحد سوف نصل إلى العدد المطلوب وهو 29-30 عملية قلب مفتوح، إضافة إلى 60-65 عملية قسطرة علاجية. اليوم تشرفنا بزيارة معالي وزير الصحة المغربي ومعالي السفير السعودي، وقدم معالي وزير الصحة المغربي دعمه المعنوي والمادي للحملة، وشكر الفريق المغربي والفريق السعودي على مساعدة هؤلاء الأطفال المعوزين، ووعد إن شاء الله عز وجل أن تكون هذه الزيارات بشكل منتظم تقريبا كل 6 شهور. الشكر لكل من ساهم وكل من دعم بلا حدود هذه الجهود الإنسانية الخيرة، وهي طبعا عمليات مكلفة وعمليات صعبة ومعقدة، ولكن هذه كلها تجرى بالمجان وبدون أي تكاليف على أهالي المرضى. والحمد لله احنا نبحث عن إدخال السعادة لأسر هؤلاء الأطفال المرضى. تمنياتنا أن تستمر هذه الزيارات الخيرة في الأشهر القادمة وأن تكون زيارات مكثفة، ونشكر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على جهوده في دول كثيرة وليست المملكة المغربية الشقيقة، في عدة دول، وهذا طبعا بدعم من قيادة المملكة على رأسها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز. نتمنى إن شاء الله أن نلتقي في مناسبات مماثلة وفي مدن أخرى، وهذا الفريق إن شاء الله سيستمر لمدة 5 أيام إضافية كذلك، ونتوقع إن شاء الله أن تصل عدد العمليات التي تجرى سواء عمليات قلب مفتوح أو عمليات قسطرة قلبية لحدود يمكن 100 أو 120 مريض في حدود ما يسمح فيه الوقت. بفضل هذه الحملات وحضورنا اليوم هو دعم لهذا التعاون ولمثل هذه العمليات، لأنه الهدف منها هو إسعاد الأطفال، إسعاد الأسر ديالهم. هذه عمليات مكلفة كدار في هذا الإطار بشكل مجاني، وهذا هو الأساسي بالنسبة لنا. كذلك من المؤكد أنه العدد المستهدف ليس بكبير بالمقارنة مع الحالات التي تنتظر، ولكن الهدف ماشي هو كذلك كمي قدر ما هو كذلك كيفي. يعني هاد الخبرات المتبادلة، هاد التعاون أساسي بالنسبة لنا باش يمكن نزيدو نستمروا في التكفل في إطار الأنظمة الحمد لله ديال بلادنا، نظام الرميد اللي اليوم كيمكننا باش ناخدو مثل هاد العمليات الثقيلة والمكلفة، يعني نتكفلوا بها في مستشفيات الجامعية الخمس، وإن شاء الله في المستقبل 8 مستشفيات جامعية. وكذلك أصبحنا نطور في بعض المستشفيات الجهوية هذه العمليات الثقيلة بتعاون مع الأساتذة، يعني والأطباء الأساتذة وكذلك الأجانب في إطار الحملة. إذن ما يمكن إلا نهني ونفسنا على هذا التعاون بين البلدين وبين الفريقين، وسنسعى إلى تطويره أكثر فأكثر ليمتد إلى مجموعة أخرى من المجالات الصحية.